السلام عليكم. مجموعة من الناس تسأل عن حقيقة الضرر اللي يمكن ينجم عن الجمع ما بين بعض الأغذية، كالجمع مثلا ما بين السمك والحليب أو السمك والجح أو كما يسمى الحبحب أو البطيخ أو الجمع ما بين الحليب والبيض. واقعا هذا التقديم تقديم خاطئ. الموضوع برمته يرتبط بعنوان الحساسية عند البعض. إذا كان الشخص مثلا يتحسس من أكل السمك فإحنا نقول له توقف، أنت عندك حساسية لوحدك، وما يجوز تعميم هذه القاعدة على الجميع، لأن السمك في نهاية المطاف وجبة صحية. وإذا كان يتحسس من أكل السمك في آن واحد وشرب الحليب فمن الطبيعي أن تكون الأعراض مضاعفة، وعلى هذا فقس فيما يتعلق ببقية الأغذية اللي يمكن الجمع بينهم وتم تقديمها شعبويا أو في بعض المناطق على أنها ضارة. احنا لو رحنا وعلى سبيل المثال إلى بعض الدول، ناخذ مثال إيطاليا، بتلاحظوا أن التقليد الشعبي الموجود عندهم في الغذاء هو الجمع ما بين غالب الوجبات والمنتجات اللبنية ومن ضمنها الأسماك. ولو جيت إلى الطليان في عموم التوصيف بتلاحظ أن ما عندهم أي مشاكل. إذا كانت هناك مشكلة عند شخص معين فإحنا نركز على هذا الشخص ضمن نطاق عنوان الحساسية، ولا يجوز تعميم هذه القاعدة على الجميع.